التقى السمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي فخامة أرمين ساركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا. جرى خلال اللقاء الذي عقد في قصر الإمارات بأبوظبي بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية أرمينيا وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة. كما بحث الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد وسبل دعم الجهود العالمية المبذولة لاحتواء تداعياتها على مختلف المستويات. واستعرض الجانبان خلال اللقاء مشاركة جمهورية أرمينيا في إكسبو 2020 دبي الذي تنظمه دولة الإمارات، ويوفر منصة عالمية من أجل تعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات مثمرة ومستدامة بين كافة الدول المشاركة.